الموضوع التاني ده موضوع شديد الأهمية فيما يتعلق بكل أندية مصر. مسألة يا جماعة نسبة إعادة البيع. ليه بقول الكلام ده دلوقتي؟ لأنه مش معروف وغالبا الزمالك مالوش نسبة في إعادة البيع في قصة إمام. غالبا كده. ولم يتم ومحدش اهتم ومفيش حد له حق مش هيطلع يقول هات اديني حقي. يعني لو كان فيها محدش عارف العقد اخباره ايه يعني تفاصيله ايه بالظبط. لكن لو الزمالك له حق ومهما كان مين بقى بيدير مين بيعمل فين يا باشا الكلام ده؟ ادوني. محدش عمل حاجه. بقول ده ليه؟ لانه في ال 24 ساعه اللي فاتوا المقاولين العرب كاد ان يصبح على موعد مع حدث تاريخي. يا رجاله كل مصر والله يجب ان تفخر باداره المقاولين العرب. لانه لما يكون الناس سابقه من 11 سنه تقريبا، بنتكلم على 2012 اول انتقال لصلاح لبازل، الناس سابقه بقى لها 11 سنه انها تحط نسبه اعاده بيع بالنسبه للعيب، فلازم يتقال لهم برافو عليك، برافو عليك يا اخي. ومش استثنى صلاح، النني، عمر فايد اللي رايح في فنرباتشا وراح في فنرباتشا خلاص كل التوفيق ليه. الناس برنسات كادوا ان يصبحوا على موعد مع حدث تاريخي. ايه الحدث التاريخي؟ نبص مع بعض. المقاولين عملوا استفاده من نسبه اعاده بيع اللعيبه واتفقوا على نسبه 4% كحق رعايه لمحمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي. حلو الكلام؟ وبدا صلاح الرحله. بدا صلاح الرحله، ايه بقى اللي حصل؟ 20 مليون جنيه لما راح بازل، وخد بالك هنا القاعده بتقول ايه يا جماعه؟ الفيفا تقول لك اللعيب طالما بيتباع من سن 12 ل 23 النادي له الحق انه ياخد نسبه مع كل اعاده بيع لغايه ما اللعيب يعتزل، ده القانون. فالمقاولين خد 20 مليون جنيه من انتقال صلاح لبازل وبعدين لتشيلسي وبعدين 750 الف يورو لما راح من تشيلسي لروما اللي بعديه. راح بعد كده 30 مليون جنيه من روما لليفربول. ومع بازل 15% صفقه لاعاده بيع محمد النني لاعب برضه المقاولين. نمشي بقى بالكلام علشان تشوف ايه الحدث التاريخي. طبعا ده موضوع عمر فايد بنفس المقاييس، لكن نروح للي بعدها علشان يبان لك الرقم اللي ممكن يخضك. صلاح العرض بتاع امبارح 100 مليون يورو. تخيل ان المقاولين كان ممكن لو صلاح وافق وليفربول وافق تخش خزائنه 135 مليون جنيه استرليني. استرليني ايه؟ مليون جنيه مصري. وكل التحيه لشادي ممدوح الحقيقه رئيس تحريرنا على كل هذه المعلومات، وطبعا بالتواصل مع الاستاذ محمد عادل اللي مشرف على قطاع الكوره واللي عمل العقد ده. يعني الراجل كان سابق 11 سنه انه يعمل الكلام ده وكان شايف اللي هيحصل. ف 135 مليون جنيه مصري كانوا هيخشوا المقاولين العرب نسبة إعادة بيع. شوف بقى دول يجيبوا لك كام لاعب يخلوا مديونياتك او فلوسك او رواتبك او اي حاجة انت عايزها يحصل تحصل. ينفع المقاولين يفكر في ده من 11 سنة وجمهور الزمالك يدور على قصة امام؟ وبالمناسبة دلوقتي الناس فهمت ده، يعني كل مصر بيتعامل الكلام ده. ام بي عنده حق رعايه لحاجه، الاهلي في موضوع حسين الشحات كان في حاجه، موضوع حمدي فتحي ام بي كان له فلوس حمدي فتحي، وفي حاجات بتتعمل دلوقتي. بس الفكره لما يبقى نادي سابق بقاله 11 سنه وحاله تانية لنادي كبير في مصر عمال بتلف حوالين نفسك، فموضوع صعب جدا الحقيقه. نكمل الكلام. ام بي خد 440 الف دولار من انتقال حمدي فتحي من الاهلي للوكره، والاهلي ياخد 20% كنسبه اعاده البيع واولويه العوده للاهلي في حال بيعه. بالمناسبه الاهلي عنده قصه تانية مهمه جدا هنا، مهمه جدا، غير موضوع حسين الشحات اللي احنا حكينا عليه، وهي ليها علاقه ببرونو سافيو. اشمعنى؟ الاهلي دفع في برونو سافيو كتير. فلما جه قصه برونو سافيو الاهلي هنا قرر ان يحط 50% كامله نسبة إعادة بيع من بوليفار لو فرضا إنه تألق وراح أي فريق آخر. ما أنا ملسوع ودفع كتير. فآن الأوان عند الزمالك وعند كل أندية مصر تفكر جدا في القصة دي، لأنه واحد راح من عندك وما تألقش وراجع لغريمك، وحتى لو مش إمام أي حالة تانية، أي حالة تانية.
انت بتشوف كميه الفلوس عامله ازاي لو الدنيا نورت. واحد راح ونور بيضه عماله فرخه عماله بتبيض لك بيضه ذهب كل يوم. فموضوع شديد الخطوره.